السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أبدأ مما انتهى به سعادة الرئيسين والأخ الأمين العام بتقديم وافر الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى اللجنة البارالمبية البحرينية على ما قدمته وتقدمه من مجهودات وعمل ومثابرة وتحدي، وخاصة كما ذكر الأخ الأمين العام نحن في ظرف استثنائي يمر به العالم أجمع، لم على معرفتي الشخصية لم تتمكن دول كثير من دول العالم من استضافة الكثير من البطولات إلا بعض الدول ذات القدرات التنظيمية والإمكانات اللوجستية والخبرات، ومنها مملكة البحرين الغالية. فاسمحوا أن أسجل هنا نقطة تقدير ونقطة شكر لكوادر اللجنة البارالمبية البحرينية على رأسهم سعادة الشيخ محمد بن دعيج وأخي الأمين العام وأيضا سعادة مدير الدورة. أنا شخصيا منذ الإعلان عن استضافة البحرين لدورة ألعاب آسيا البارالمبية الثالثة، وكنت شكلنا جروب هو لجنة الإشراف والمتابعة للتحضير منذ 2019 وحتى اليوم، وأنا أعمل مع كوكبة من الخبرات التنظيمية الرائدة في المجال الرياضي، على الرغم من أن كافة الزملاء في اللجنة هم من الشباب، فبارك الله في سن الشباب. واسمحوا لي أن أنهي هذه الكلمة البسيطة بتقديم الشكر لكل من عمل معنا خلال الدورة الفترة الماضية، وأنا على يقين من نجاح هذه الدورة، وستتكلم بإذن الله بالنجاح في حفل الختام. وكل الشكر والتقدير لجهودكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.